برسم حاجه اسمها ستنسل، ده برسمها على رصاص، على بقلم رصاص، بعمل الرسمه وبعدين بشفها وبلزقها عليهم علشان تطلع الحاجه مظبوطه جدا بس. وبعد كده بمشي عليها بقى بالجن، يعني انا قريت عليها كتب كتير وقعدت اذاكر الموضوع كتير قوي قبل ما افكر فيه، جبت الحاجات وبعدين في الاول كنت بجرب في نفسي، بجرب في اخويا كده، بدا يجي لي ناس، صحابي، ناس تكلمني، فبدا الموضوع في الاول كان كده يعني. بدا بعدين لما بدا يكلمني ناس كتير قررت ان انا خلاص يعني ممكن اعمل ده بيزنس. بدأت كان أجانب أكتر، بس دلوقتي لا، مصريين زادوا، بيجيلي ناس مهاجرين كتير، معظم يعني ممكن نقول مثلا 90% من اللي بيجولي مسلمين دلوقتي. الناس بقت أكتر للكلام، للكاليجرافي العربي المصري، الكلام الكوتس العربية المصرية، الحاجات دي الكلام العربي كتير قوي زاد دلوقتي. في حاجات بيبقى ليها مينينجز، يعني مثلا في الانفينيتي، في الحاجات دي بيبقى ليها مينينجز والناس بتجيبها بالمينينجز، بس ما فيش حد بيعمل له اللي هو هعمل تاتو عشان يجيب لي اللوك مثلا، ما فيش الكلام ده. بس هو عامة التاتو يعني الناس لما بتعمله بتبقى مبسوطة، يعني هو فعلا بيجيب سعادة، يعني تحس ان انت عملتي حاجة. بيبقى ليه ابرم لوحده، بيشوفها وهي بتتفتح قدامه، بيشوفها وهي بتترمي برضو بعد ما يخلص. كل واحد ليه ابره، ليه علب، ليه الكوبايه اللي بتحط فيها الانك. انك بيبقى طبعا طالع من العلبه، ولما نخلصه بندلقه. كل دي حاجات بنبقى محافظين قوي على النظافه علشان ما يبقاش في اي يعني اي possibility انه يجي لهم اي امراض. يعني الإشاعات، هي الإشاعة اللي بسمعها دايما كتير ان هي ما تبرعش بدم لو عملت تاتو، ملهاش طبعا اي علاقة، لان انا ماليش دعوة بالدم. هو كل اللي انا بعمله ان الانك بيخش في التالت طبقة من السكن. السكن الجلد عامة هو عبارة عن 7 طبقات، انا بخش في التالت طبقة من السبعة دول، ماليش اي علاقة بالدم. يعني هو الدم تحت، يعني ملوش اي علاقة. لو انا بدخل الانك ده جوه الدم طبيعي الانك هيسيح. اي تاتو بيبدا من 400، ده لو حاجه صغيره. بعد كده بتختلف بقى الحجم والشكل والسايز وكل حاجه، يعني بتختلف، لان في ناس بتيجي ممكن واحد عايز يجي يعمل دراعه كله، واحد عايز يعمل جسمه كله، فهي ملهاش ليميت.